أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قراءة الآيات القريبة من موضوع الخطبة في ركعتي الصلاة؟ وهل هناك شيء في عدم قراءة السور الواردة في السنة في صلاة الجمعة؟ بعض الأئمة يقرأ الآيات والسور التي تناسب موضوع الخطبتين، وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له، يقرأ ما تيسر ولو لم يكن مناسبا لموضوع الخطبة.